أهلا فيكم حبايبي برج القوس، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس كروس واتشينج، يعني أو عم تتفرج على برج القوس. ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك. طبعا مثل دائما خذ من القراءة الإشي اللي بتحس إنه بيفيدك، لأنه القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع، فخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك. ممكن يكون في رسالة، مسج، إشي معين بيفيدك، واترك الإشياء الباقية. ما تحاول إنه تخلي القراءة تنطبق عليك 100%، لأنه مستحيل. هاي possibilities وتوقعات بالآخر. أوكي حبايبي برج القوس، راح نبلش بطاقتك أول، بعدين راح نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك، خطواتك في المستقبل، خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم، وبشو راح ينتهي يعني. وإذا في إشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه. طيب نبلش بكروت النصيحة أول لبرج القوس. برج القوس عم شوف إنه أنت حالياً عم تجهد حالك، ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي، وفي عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضا على جسدك. الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضا من الناحية الجسدية. فكرة النصيحة بتحكي لك rest and relaxation is essential. أنت بتحتاج حاليا إلى وقت مستقطع، وقت للراحة، slow down. أيضا يحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي مثل ما تيجي، pause and allow things to unfold. خليك في وضع تراقب الوضع حاليا، أو تراقب حتى الحبيب حاليا أو الشريك. اسمح للوضع إنه شوي شوي ينفتح بينكم، أو شوي شوي تكتشف أشياء عن العلاقة، أو مبين إنه أنت متسرع حاليا أو بدك إشي بسرعة حاليا، يعني بدك هلأ هلأ. في شخص في حياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقليا، وأنت بدك يا بدك instant gratification، بدك تحقق هلأ. بس كروت النصيحة بتنصحك إنه يعني تتمهل، تستنى، لأنه في بداية جديدة راح تيجي عندك. A new beginning with three of emotions أو three of cups. حاليا أنت راح تمر ببداية جديدة، ممكن يكون أيضا مع شخص عم تفكر فيه، ولكن في بداية جديدة راح تصير بينك وبين هالشخص. في رحلة جديدة راح تمر فيها، وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع الشخص، أو خايف إنه الأمور تكون بينكم جدية، عم شوف إنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك.
يعني الكون عم يحميك، الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا. والوضع بينكم مش رح يكون، عم شوف three of emotions، يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات، رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة، لأنه three of cups تحكي عن fun times أو أوقات مرحة. ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي، يعني في عندك بداية جديدة رح تصير، رح تكون مليانة بالتفاؤل. فقط بدك تتمهل، برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس، في حالياً عم تمر بتستينج اريا او بفترة امتحانات او اختبارات، سواء كان بشخصيتك، سواء كان بعلاقتك، سواء كان مع الحبيب. ممكن تكون انت حاليا عرضة الى temptations ايضا، او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة. أيضا بدك تنتبه من العادات السيئة، يعني ممكن تكون أنت حاليا محوط بعادات سيئة، سواء كانت من لست أو شغف تجاه شخص، أو أشياء يعني، أو علاقات جنسية، أو سواء كان من addictive behaviors، يعني إدمان على مخدرات أو إشي مثل هيك. بدك تنتبه من أي temptations أو أي إغراءات، لأنه أنت حاليا عم شوفك بمطرح محطوط فيها. إلى أنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك، في شخص بحياتك حاليا أنت منجذب جسديا لإله بطريقة كتير عالية، عم تحس إنك مربوط فيه روحانيا، عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض. ولكن عم شوفك في نقطة أو في وضع صارم أو في قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه، يعني في نقطة عندك هون، في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون، يعني أنت ماسكهم مش مستعد تتنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته. عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية، برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها، عم شوفك إلى أنه عم تتخذ الطريق العقلاني، أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكتر مما أنه تعتمد على عواطفك. بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه، عم يحس إنه انظلم، لأنه في عندك هون justice، فهالشخص بده بالعلاقة يكون في توازن بالأخذ والعطاء، وهو بيحس إنه للبعض منكم اللي منفصلين، هو بيحس إنه ما كان في توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة، هو اللي كان بيعطي أكتر بالعلاقة، بيحس هيك. فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه. عم شوف أيضا إنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن، في بينكم فرق بالسن، ممكن يكون هو أكبر منك بالسن، أو ممكن أنت بتحس إنك ممكن تعتمد على هالشخص أيضا، بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم آراءه، او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن باخذ القرارات، او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية. فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي. بالنسبة لخطواتك أنت بالمستقبل، عم شوفك
في عندك أمنية ممكن بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها، لأنه دائما بنسى الأبراج، بركز على الطاقة أكثر من الأبراج. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان، أبراج هوائية، أيضا في عندك برج الجوزاء، والغالبية أبراج هوائية، أبراج مائية، بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي، الجوزاء هوائي، فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي، أو في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل، أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره السول ميت، أو عم تعتبره رفيق درب. أيضا بالمستقبل برج القوس راح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين، لأنه The Lovers بيحكي على soulmate، ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين، مثل Two of Pentacles الجوجلر. فهالكرت بيشبهه إنه بالمستقبل راح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين، وأنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا، أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة، عن هالإنرجي، ما بدك تختار قرار حاليا. ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين، أو بالمستقبل في نوع من الوش فولفيلمنت. انت اوبتيمستيك، عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع، لانه عندك ذا سان كارد. طاقة ذا سان كارد بتشبه طاقة برج القوس كتير، لانه برج القوس دائما متفائل، سريع، اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه. ف طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخذ، صعب عليك انك تاخذ قرار، لانك بدك الامور تضل كتير عفوية، ما بدك الامور تكون جدية، وانك تاخذ قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي، بده بيحتاج طاقة كتير صارمة منك. عم شوفك لكن بدك تروح في طريق wish fulfillment، او امنية بدك تحققها. ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت، ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر، يعني رح تبعد عن ارض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل له، ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب، أو صار في بينكم بلوك، أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحله.